بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه السكشن بتاعتنا في ماده السنسورز. النهارده ان شاء الله هنعمل يعني بروجكت هيلم الحاجات اللي احنا خدناها الفتره اللي فاتت كلها. الحاجات دي هي عباره عن سواء بقى الاوبريشن امبليفاير او الترانزستور او الريلي او حتى السنسور والكاركترستكس بتاعته. هنعمل بروجكت كده او يعني دايره تمبريتشر كنترولر، هتلم كل المفاهيم دي في بروجكت واحد هاردوير كده تقدر تطبق فيه كل المفاهيم اللي احنا خدناها. فتعالوا ان شاء الله نبدا كده نشوف دايره التصميم دي هتبقى عامله ازاي. نبدا بقى نشوف ايه الدايره بتاعتنا النهارده هتتكلم عن ايه. طب باختصار كده، انا عايز اعمل كنترول سيستم الغرض بتاعه باختصار ان انا هشوف او اتحكم في درجه حراره السيستم اللي قدام دي. يبقى سنسور الحراره اللي احنا هنستخدمه هو ال LM35DZ، وسنسور الحراره ده هو الفكره كلها ان انا عايز اعرف درجه الحراره. طيب بعد كده هيبقى عندي بوتنشيوميتر عباره عن مقاومه متغيره، دي كل الفكره بتاعتها ان انا عايز اظبط السيت بوينت بتاعتي. الفكره كلها ان انا عايز اظبط السيت بوينت بتاعتي، درجه الحراره الديزايرد اللي انا عايز اوصل لها كام، وده اللي هو الريفرنس بتاعي. يبقى السنسور الحراره ده بيقيس لي درجه الحراره الفعليه اللي موجوده دلوقتي، اما البوتنشيوميتر ده بظبط بيه درجه الحراره اللي انا عايز اوصل لها. طيب ايا كان بقى الاكشن اللي انت عايز تاخده، لو كانت درجه حراره الغرفه اللي هي الاكشوال تمبريتشر كانت اعلى من درجه الحراره اللي انت عايز توصل لها، يعني مثلا انت عايز توصل لدرجه حراره 20 درجه سليزيوس والسنسور قايس لك ان درجه الحراره كام 25 دلوقتي، فده معناه ان الجو حر عن اللي انت عايزه. فالمطلوب ان انت في فان او مروحه هنا انها تشتغل بناء على ان الشرط او الكونديشن ده ما تحققش، او يعني لو حصل ان درجه الحراره الاكشوال الفعليه اعلى من درجه الحراره اللي انت عايز توصل لها، فساعتها الفان دي تشتغل. غير كده فالفان تقف، تتحكم في درجه حراره الغرفه زي التكييف كده بالظبط. التكييف فكرته ان الفان دي بتبقى كومبريسور بيشتغل علشان يعمل عمليه التبريد. اول حاجه بالنسبه للتمبريتشر سنسور اللي هو ال LM35DZ، طيب السنسور ده لو جيت تشتريه هو هتلاقيه بالشكل ده كده وله ثلاث رجول. لو انت خليت الحتة اللي هي الفلات في وشك، فالرجل اللي على الشمال بتتوصل بالجراوند، والرجل اللي على اليمين بتتوصل بمصدر كهرباء اللي هو الفي اس، والكارج اللي في الرجل اللي في النص دي اللي بيطلع منها الفي اوت. طيب الاول السنسور ده اساسا فكرته ايه؟ هو درجة الحرارة اللي موجودة في الجو للفولت، يعني مثلا درجة الحرارة مثلا لقيمة معينة هو بيحولها لقيمة بالفولت. طيب مين اللي بيربط درجة الحرارة بالفولت؟ لو تفتكروا في الستاتيك كاركترستكس اللي احنا خدناها في أول كام سيكشن، في حاجة اسمها السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي بتاعت السنسور كام؟ دي هتلاقي في الداتا شيت بتاعته هي عبارة عن 10 ملي فولت لكل درجة سليزيوس. مثلا جيفن معاك هتضربها في السنسيتيفيتي اللي هي عبارة عن 10 ملي فولت لكل درجة سليزيوس، هتطلع لك قيمة الفولت بالملي فولت. طيب ومن العلاقة دي هنحدد الرينج بتاعي. الرينج بتاع السنسور اللي هو ال LM35DZ تحديدا، الرينج بتاعه من 0 ل 100 درجة سليزيوس، ده اللي هو الانبوت رينج. نطلع منه الاوتبوت رينج عشان اعرف رينج الفولت بتاعي هيبقى كام. يبقى ده الانبوت رينج، ده برضه هتلاقوه من الداتا شيت. طيب الاوتبوت رينج بقى، مش انت معاك الانبوت رينج، هو الاوتبوت رينج اصلا مش جيفن، الاوتبوت رينج اصلا مش جيفن في الداتا شيت، بس نقدر نستنتج خلال العلاقه. يعني دلوقتي لو انا عندي درجه الحراره 0 درجه سليزيوس، ده اللي هو المينيمم رينج بتاع الانبوت، فالفولت هيبقى كام؟ لو ضربت 0 في 10 فهيبقى 0 فولت. طيب ولو درجه الحراره كانت 100 درجه سليزيوس، هتضرب 100 درجة سليزيوس في 10 هيطلع لك 1000 ملي فولت. 1000 ملي فولت دي يعني كام؟ يعني 1 فولت.
يبقى نقدر نقول لو الانبوت رينج بتاعك كان من 0 ل 100 درجه سليزيوس، فالاوتبوت رينج هيبقى عباره عن من 0 ل 1 فولت، يبقى رينج الحراره بتاعي من 0 ل 100 بس رينج الفولت من 0 ل 1 فولت. ودي كل البيانات اللي انت محتاج تعرفها عن السنسور. يبقى احنا استخدمنا الانبوت رينج، استخدمنا السنسيتيفيتي عشان نجيب العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت، ومن خلالها استنتجنا الاوتبوت رينج بتاع السنسور عشان نعرف رينج الفولت اللي هيطلعه كام. طيب اخر نقطه عايزين نعرفها، الفي اس اوصل السنسور بفولت كام؟ لو انت دخلت على الداتا شيت هتلاقي بيقول لك ان الاوبريتنج فولتج الفولت بتاعك بيتراوح من سالب رقم تقريبا سالب 5 لحد 32 فولت او حاجه و30 فولت على حسب الاصدار بتاع السنسور. فاي قيمه من الفولت دي تشغل السنسور. فاحنا هنفترض ان انت معاك مثلا الادابتر 12 فولت اللي انت بتوصل بيه الكهرباء او بتجهز الكهرباء بتاعتك بتاعت الدايره بيه، ف 12 فولت هنا تشغل، 5 فولت تشغل، 10 فولت تشغل، فمش هيفرق الرقم اللي هنا، المهم يكون الرقم ده within the range بتاع مين؟ بتاع السنسور. يبقى ده كل ما يخص التمبريتشر سنسور بتنشوميتر، اللي هو بالنسبه لي مصدر السيت بوينت بتاعتي. طيب البوتنشيوميتر ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا عايز اظبط الريفرنس بتاعي، يعني احدد درجه الحراره. بس خلي بالك يا باشمهندس، هو البوتنشيوميتر ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن مقاومه متغيره بالشكل ده. ممكن المقاومه دي تكون 10 كيلو، 100 كيلو، المفروض توصلها بالجراوند وتوصلها بالباور. وبيبقى في طرف ثالث كده بيبقى موجود فيها. طب يا باشمهندس لو انا جيت اشتريها شكلها بيبقى عامل ازاي في الحقيقه؟ بتبقى المقاومه دائريه كده وفي النص يعني زي مسمار كده بتلفه علشان تظبط الرينج، وبيبقى ليها ثلاث رجول. بيبقى في رجل بتوصلها بالجراوند، ورجل هتوصلها بالباور، والرجل اللي في النص دي هي السلايدر اللي انت بتتحرك بيه على المقاومه. ده اللي هو الشكل اللي هو البراكتيكال، وده الشكل النظري اللي احنا بنرسمه. فمن الاخر الباور اللي هنا ده هيبقى واصل بطرف بالمقاومه، والناحيه الثانيه هتبقى جراوند، واللي في النص هو مين؟ السلايدر. طب يا باشمهندس لو انا خليت الباور هنا والجراوند هنا مش مشكله، دي مقاومه عادي، انا كأنك جبت الباور هنا والمقاومه هنا، فالبولاريتي بالنسبه لي مش فارقه في المقاومه، اهم حاجه بس ان الطرف اللي في النص ده السلايدر اللي هيطلع منه الفي اوتبوت بتاعتك. طب جميل جدا. طيب احنا عايزين ايه بقى بالبوتنشيوميتر؟ ان احنا هنوصلها بفولت هنا، وصلها بالفولت الاساسي اللي عندك، وصلها بالفولت الاساسي اللي عندك. انت عندك مثلا لو انت شاري ادابتر بيطلع 12 فولت، وصلها بال 12 فولت، يعني ما تطلع لهاش فولت مخصوص. طيب يبقى دلوقتي رينج الفي اوتبوت ده بيتراوح ما بين كام وكام؟ والله لو انت جبت السلايدر ده في الاخر خالص هنا، فهنا الفي اوتبوت هتساوي كام؟ هتساوي 0 فولت. طيب ولو انت حركت السلايدر ده فوق خالص هنا، يعني جبت اخر المقاومه من الناحيه الثانيه، فالفي اوتبوت اللي في النص ده هيطلع كام؟ هيطلع 12 فولت، اللي هم كاملين لان المقاومه كانك بتقيسها من هنا بالظبط. يبقى اذا رينج البوتنشيوميتر في الفولت بيتراوح ما بين كام وكام؟ ما بين ال 0 فولت و 12 فولت. الاوتبوت رينج بتاع البوتنشيوميتر من 0 ل 12 فولت. طب يا باشمهندس هو الصفر ل 12 فولت دول انت عايزهم يمثلوا لك ايه؟ ده رينج درجات الحراره اللي انت عايزه، الديزايرد تمبريتشر. طيب الديزايرد تمبريتشر المفروض هتتراوح من كام لكام؟ احنا هناخدها بنفس رينج السنسور اللي عندنا من صفر ل 100 درجه سليزيوس. عايز تتكلم من 0 ل 50 براحتك، عايز تتكلم ايا كان مش هيفرق، بس يفضل تبقى بنفس رينج السنسور عشان الاثنين يبقوا زي بعض. بس الاوتبوت رينج من كام لكام؟ من 0 ل 12 فولت بسبب ان انت حاطط هنا 12 فولت. طيب جميل جدا. ودي كل البيانات والمعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن البوتنشيوميتر. طيب المرحله اللي جايه بقى عباره عن ايه؟ ان احنا هنعمل حاجه اسمها سيجنال كونديشننج. سيجنال كونديشننج ده الفكره بتاعته ايه؟ يبقى المرحله الثالثه هنعمل سيجنال كونديشننج.
ان احنا عايزين نظبط اشاره السنسور، ده الهدف الاساسي. طب مش مهندس انت عايز تظبط اشاره السنسور ليه؟ طيب تعال نشوف الجدول ده وانت هتعرف ليه. دلوقتي التمبريتشر اللي عندك او اللي انت هتشتغل عليها في السيستم ده، لان ده كنترولد فاريبل بتاعك، المفروض المينيمم فاليو بتاعته 0 فولت 0 درجه سليزيوس، والماكسيمم بتاعته 100 درجه سليزيوس، ده الرينج بتاع درجه الحراره. طيب السنسور اللي عندك ال LM 35 دي زد، الاوتبوت رينج بتاعه كام لدرجات الحراره دي؟ المينيمم 0 فولت والماكسيمم 1 فولت، ودي جبناها من العلاقه بتاعه السنسيتيفيتي. طب بالنسبه للبوتنشيوميتر اللي هو المفروض ده الديزايرد تمبريتشر، لما تكون درجه الحراره صفر بيطلع 0 فولت، وال100 درجه سليزيوس بالنسبه لك هي 12 فولت. طيب هو المفروض في النهايه انت هتعمل ايه؟ المفروض انت هتقارن اشاره السنسور باشاره البوتنشيوميتر اللي هي بناء عليها تشوف درجه حراره السيستم او درجه الحراره اللي موجوده في الغرفه اكبر ولا اقل من اللي انت عايزها. طب هل ينفع تقارن اشاره البوتنشيوميتر باشاره السنسور والرينج بتاعهم اصلا مش قد بعضه؟ يعني ده بيطلع من صفر لواحد وده من صفر ل 12. لو انا قلت لك البوتنشيوميتر دلوقتي قاري مثلا نص فولت، فهل النص فولت دي بالنسبه للسنسور ده ال LM 35 دي زد بتعني كام؟ خلي بالك النص فولت هنا بالنسبه للبوتنشيوميتر رينج الحراره من 0 ل 12، يعني ممكن تقول مثلا تتكلم انها اقل من 10 درجه سليزيوس، انما نص فولت بالنسبه للسنسور دي معناها 50 درجه سليزيوس، لان ده نص الرينج بتاع السنسور. طب الحل يا باشمهندس ان انت تكبر اشاره السنسور 12 مره عشان الماكسيمم اوتبوت الواحد ده يبقى كام؟ يبقى 12، فيبقوا قد بعض او ونفس السكيل، وبالتالي تقدر تقارنهم ببعض. طيب هنكبر ازاي اشاره السنسور؟ نرجع لدوائر الاوب امب. احنا عندنا كام دايره للاوب امب؟ احنا عندنا دوائر كتير، خدنا النون انفرتنج امبليفاير والانفرتنج امبليفاير والانتجريتور والسامنج والديفرنشيتور، خدنا حاجات كتير جدا. طيب اللي يكبر الاشاره من غير ما يعمل انفرتنج ليها هو النون انفرتنج امبليفاير. طيب دايرته ايه دي يا باشمهندس؟ ده الفي اوت وده الفي سالب، وده في مقاومه هنا في الفيدباك هنسميها ار اف ونوصلها بالسالب، وفي مقاومه هنا مع الانبوت تعال نسميها ار انبوت، ودي متوصله بالجراوند والفي انبوت بيدخل، وده الفي اوت. دي شكل دايره النون انفرتنج امبليفاير. المفروض الفي انبوت بالنسبه لك هتبقى بتاعت مين؟ ال LM 35 دي زد، دي هتبقى اشاره السنسور. طب المفروض معامل التكبير هنا يبقى كام؟ معامل التكبير هنا انت عايزه يبقى 12 عشان الفي انبوت تتكبر 12 مره، فتبقى الفي اوتبوت هي اشاره السنسور المتعدله. طيب هنعملها ازاي دي؟ طيب تعالوا نشوف اصلا قانون النون انفرتنج امبليفاير عامل ازاي. طيب لو نرجع للقوانين بتاعه الاوبريشن امبليفاير، فالفي اوتبوت بتساوي وانبوت بالنسبه لك دي اشاره السنسور، والفي اوتبوت دي الاشاره بعد التكبير. انت عايز تكبر الاشاره دي بمقدار كام؟ بمقدار 12 مره، يعني المفروض القيمه دي تبقى 12. يبقى المعادله بتقول ان الواحد زائد الار اف على الار اي بتساوي 12، لما نطرح الواحد ده تبقى 11. طيب عندك مجهولين ومعادله واحده، هتفرض واحد منهم. هنفرض ان الار انبوت ده مثلا ب 1 كيلو اوم، يبقى الار اف المفروض تبقى كام؟ تبقى 11 كيلو اوم. طب يا باشمهندس المقاومه ال 1 كيلو اقدر اشتريها موجوده، طب اجيب مقاومه 11 كيلو ازاي؟ هات يا سيدي مقاومه 10 كيلو وحطها سيريز مع مقاومه 1 كيلو، هتعمل مقاومه 11، شكل زي ما انت عايز، المهم تطلع لي مقاومه 11 كيلو. الاي سي بتاعت الاوب امب يا جماعه اسمها ال ام 358، ودي بيبقى فيها 2 اوب امب، ففيها منها فيها 2 اوب امب، انا هاخد واحد بس منهم، هاخد الانبوت الاولاني النيجاتيف هيتوصل بمقاومه ار اي مع الجراوند، المقاومه الار اي دي هتبقى كام؟ 1 كيلو اوم. وهاخد الدخل النيجاتيف مع الفيدباك مع الاوتبوت وهوصله بمقاومه 11 كيلو او مقاومه 10 سيريز مع مقاومه 1 كيلو.
والفي انبوت اللي هنا او الدخل الموجب هيتوصل بيه الاوتبوت بتاع السنسور. يبقى اللي احنا عملناه ده عمليه تكبير لاشاره السنسور، سيجنال كونديشننج، مرحله كده عشان اكبر اشاره السنسور. طب انت ليه كبرتها يا باشمهندس؟ عشان تبقى نفس رينج البوتنشوميتر اللي بقارن بيه، فيبقى الاثنين رينجهم نفس السكيل. كده احنا خلصنا عمليه السيجنال كونديشننج. المرحله الرابعه هنعمل عمليه الكومبير، كومباريزون بقى. طيب هنقارن اشاره السنسور باشاره البوتنشوميتر. طيب مين اللي بيعمل كومبير عندنا؟ نرجع للسكاشن بتاعت او السكشن بتاع الاوبريشنال امبليفاير. اصلا الاوب امب بطبيعته من غير ما توصله باي مقاومات او اي حاجه هو شغال كومباريتور. طيب شكل الكومباريتور بقى او الكومباريتور بيعمل ازاي؟ ده الاوب امب. ممكن تستخدم في الاي سي بيبقى فيها 2 اوب امب على فكره بتبقى بالشكل ده. دي بتبقى الاي سي بتاعت الاوب امب فيها 2 اوبريشن امبليفاير كده مع باور وجراوند. فممكن ناخد واحد نشغله في السيجنال كونديشننج والتاني يبقى هو الكومباريتور، فهي اي سي واحده بس فيها 2 اوب امب. طيب الاوب امب الثاني ده الدخل الموجب بتاعه وده الدخل السالب، وطبعا ليه باور وجراوند ده اساسي، والفي اوت. طيب هنوصل الاوب امب اللي هو الدخل اللي هو الباور سبلاي نيجاتيف بالجراوند، والباور سبلاي البوزيتيف نوصله بال 12 فولت اللي معانا اصلا اللي هي جايه من الادابتر بتاعه. هيبقى عندك الطرف الموجب والسالب وهيبقى عندك الفي اوت. طيب احنا عايزين نوصل مين هنا؟ مين اللي انت هتقارنهم؟ هنقارن اشاره السنسور باشاره البوتنشوميتر. بس الفكره هنا مين اللي هيبقى على الموجب ومين اللي هيبقى على السالب؟ ارجع افكرك بنقطه، ان لو الجهد لو سمينا ده في الموجب وده الفي النيجاتيف، لو الفي الموجب اكبر من الفي النيجاتيف فالفي اوتبوت بتساوي الموجب ما لا نهايه اللي هي بالنسبه لها ال 12 فولت بتاع السبلاي، ولو الفي النيجاتيف اقل من او الفي البوزيتيف كانت اقل من الفي النيجاتيف يعني كانت دي كبيره، فالفي اوتبوت هيطلع سالب ما لا نهايه اللي هي بالنسبه له الجراوند بتاعك اللي هو الفي اوتبوت هنا بيساوي زيرو. تمام، يبقى ده اصلا الكومباراتور، بس انت في التذكره سريعه ليه كده. طيب هو انت عايز تعمل ايه يا باشمهندس بقى عشان نشوف، لان ده بقى الحلقه الوصل ما بين كل الكومبوننتس. المفروض السنسور والبوتنشوميتر هتقارن اشارتهم ببعض، والفي اوتبوت دي اللي هتشغل الفان. طيب انت عايز المروحه تشتغل امتى؟ المروحة عايزها تشتغل لما تكون إشارة السنسور أكبر من إشارة البوتنشوميتر، لأن لو درجة حرارة السنسور أو درجة حرارة الأوضة مثلا 30 وأنت عايزها تبقى 20، فأنت عايز تشغل المروحة علشان تقلل درجة حرارة الجو أو تخليه أفضل. يبقى المفروض الفان دي تشتغل لما تكون إشارة السنسور أكبر من إشارة البوتنشوميتر، ده اللي أنت عايزه. طب الفان أصلا عشان تشتغل مش محتاجة فولت؟ جميل. طيب دلوقتي الفي اوتبوت ليها حالتين، مره ب 12 فولت ومره 0 فولت، اكيد هتشتغل هنا واكيد هتفصل هنا. طيب هي علشان تشتغل لازم يكون الفي الموجب اكبر من الفي السالب. طيب والشرط اصلا انت عايز مين اللي يكون كبير علشان الفان تشتغل؟ الفي بتاعت السنسور تكون اكبر من الفي بتاعت البوتنشوميتر. يعني من الاخر السنسور اللي هيتوصل على الموجب والبوتنشوميتر اللي هيتوصل على السالب. فلما تبقى الاشاره دي هي الكبيره بتاعه السنسور هتطلع هنا فولت يشغل المروحه. طب لو العكس الفولت هيطلع صفر فالمروحه هتقف. طيب دي مرحله الكومبير. فمرحله الكومبير كل اللي هتاخده اشاره السنسور تتحط على الموجب، اشاره البوتنشوميتر تتحط على السالب، والاوتبوت يتوصل بالفان. طيب المرحلة الجاية بقى متوقعين تبقى ايه؟ ان الفان دي هوصلها ازاي بقى بالاوتبوت؟ نرجع بقى للسكاشن بتاعت الترانزستور والانترفيسنج اللي احنا كنا شغالين عليها. زي ما قلت لكم السكشن ده يعتبر مراجعة على كل اللي فات، بس بنلمهم كلهم مع بعض في باكج واحدة. طيب دلوقتي احنا عايزين نشغل اوتبوت. يبقى يا باشمهندس قبل ما تشغل اي اوتبوت لازم ده الحمل بالنسبة لك هو الموتور بتاع الفان. لازم تعرف الريتنجز بتاعته، اللود بتاعتك كام. هي بتشتغل على فولت 12 فولت،
في مراوح فان اللي هي بتاع زي الفان بتاعت البي سي كبير بتشتغل ب 12 فولت، وفي اللي بيشتغل على 5 فولت على فكرة. والكرنت بتاعها هتلاقيه مكتوب عليه 3.1 امبير. بس خلي بالك ال 3.1 امبير ده في الحالة النورمال علشان يشتغل في التوب سبيد. بس في الحقيقة علشان الموتور يقوم في الأول ساعات بيسحب امبير عالي جدا، ممكن يوصل لواحد وربع امبير. يعني من الاخر ما تشتغلش على اللي مكتوب، لا ده انت اضرب الرقم المكتوب ده في 5 أو في 6 كمان، عشان عارف كده العربيه لما بتبقى في الاول راكنه بتبقى عايزه زقه جامده قوي في الاول او عزم جامد علشان تتحرك من او تتحول من حاله السكون للحركه. نفس الفكره الموتور بيبقى ساكن عشان يتحرك بيسحب امبير عالي قوي، بس بعد ما بيمشي والمروحه تمشي معاك ما بيسحبش امبير عالي عشان يشتغل بالتوب سبيد. فعشان كده لو هو قال لك 3.1 امبير، لا اضرب الرقم ده في 5 أو في 6، يعني اتعامل على انه 1.25 امبير او 1.5 امبير، فاحسب بزياده. طيب يبقى دي مواصفات اللود بتاعتك، دي اللود. الاوب امب اللي يشغلها، الاوب امب ده هيطلع كام؟ هو على فكره هيطلع 12 فولت في حاله التشغيل. جبتها منين يا باشمهندس؟ ما هو لان هو متوصل بفي موجب 12. يبقى اذا انا ما عنديش مشكله في الفولت، بس خلي بالك حال اي اي سي ان هو مش هيطلع غير 25 ملي امبير بس. يعني الماكسيمم كارنت اللي يقدر يغذيه الاوب امب 25 ملي امبير، وانت محتاج تقريبا 300 ملي امبير في الحاله الطبيعيه و1250 ملي امبير يعني في الورست كيس. فمستحيل الاوب امب ده يشغل الموتور دايركت. يبقى الحل ان انت تجيب وسيط ما بين الموتور والاوب امب، اللي هو مين؟ الترانزستور زائد الريلي. الريلي بتاعنا ده الكويل، ودي دايرة الكونتاكت، هشتغل على ريشة نورمالي اوبن، والمفروض الترانزستور هيتوصل هنا، والمفروض الترانزستور ده معاه مقاومة، واللي هيشغل الترانزستور هنا هو مين بقى؟ الاوب امب اللي هو بيطلع 12 فولت 25 ملي امبير. المفروض هنا هتوصل ده بفولت، والريشه دي هتتوصل بمين؟ بالمروحه، يعني الفان بتاعتك هتشتغل هنا. طيب على فكره الادابتر اللي انت هتشتريه، او اللي هو الادابتر اللي هو بيحول الاي سي لدي سي سيجنالز، الادابتر اساسا بيطلع 12 فولت وبيقدر يدي 1 امبير او 2 امبير. في ادابترز بتدي 1 امبير او 2 امبير، يفضل تشتغل على 2 امبير. ليه بقى؟ لان المروحه ساعات بتحتاج تسحب اكتر من 1 امبير. فكل ما كان المصدر بتاعك او السورس بتاعك بيدي بزياده مفيش اي مشكله، وهتوصل الفان بي بالشكل ده. يبقى انت كده وصلت المروحه بدايره الريشه، بس اهم حاجه توفر لها مصدر يشغلها. خلاص كده احنا خلصنا من الفان ده بالنسبه. وخلي بالك الريشه بتاعت الريلي او الريشه بتاعته بتستحمل لحد كام؟ بتستحمل لحد 6 امبير و24 فولت في حاله الدي سي. فطبعا انا هنا عندي 12 فولت واقصى امبير ممكن يمشي 1.25 او 1.5، فالريشه دي مش هتتحرق. دي مواصفات الكونتاكت. لو انت مش عارف الارقام اللي انا بقولها دي ارجع للسكشن بتاع الريلي في الكلام ده كله بالتفصيل. طب الناحيه بتاعت الكويل بقى، الكويل ده انا محتاج اعرف بيسحب امبير كام، وعايز اعرف الريلي ده كام فولت، دي اول حاجه. طيب لو انت معاك ريلي يشتغل على اكتر من كده، ريلي 12 فولت اللي هو الاسود، هات 12 فولت. فالفولت ده على حسب التايب بتاع الريلي. شوف انت جايب ريلي 5 فولت ولا 12 فولت، فالفولت اللي اتحط هنا على حسب. طب يا باشمهندس انا الادابتر بتاعي 12 فولت، اجيب 5 فولت منه ازاي؟ ريجيليتور. ريجيليتور يحول لك ال 12 ل 5. يبقى لو انت عندك مشكله في الموضوع ده، ما عادش فاضل غير ان انت تحسب مقاومه الترانزستور. طيب نرجع للخطوات بتاعتنا. مقاومه الترانزستور تتحسب ازاي اللي هي الار بي؟ احنا عشان نحسب مقاومه الار بي انا محتاج اعرف قيمه الاي بي، ومن قيمه الاي بي بجيبها من الاي سي اللي هنا. عشان اجيب الاي سي اللي ماشيه في الكويل بتاع الريلي، فالكويل بتاع الريلي البيانات المتاحه معايا هي 12 فولت ده اللي هو بيشتغل بيه، وقيمه المقاومه بتاعه الريلي اللي هي 400 اوم. دي بيانات الريلي. ممكن تلاقي بعض الريليهات يدي لك الاي سي جاهزه، يدي لك الاي بتاعت الكويل جاهزه، بس لو ما ادهاش ليك بتلاقي المقاومه.
لو ما لقيتش المقاومه انت بتقيسها بالاوميتر، ايا كانت القيمه دي اللي هتطلع. فعشان احسب الاي بتاعت الكويل، الاي بتاعت الكويل هتساوي 12 على 400 30 ملي امبير. طيب ال 30 ملي امبير دي المفروض اللي الكويل بيسحبها، بس خلي بالك عشان ده ملف فانت حط الارقام دي بزياده، زي ما انا كده قلت لك ان الموتور او الفان بتسحب 300 ملي امبير اللي 3 من 10 امبير، بس حسبتها على 1 وربع عشان يعني بزياده. نفس الكلام هنا برضو، زود الاي كويل في حاله الورست كيس لحد مثلا 100 ملي امبير، اضربها في 3 او في 4، يبقى دي الاي بتاعت الكويل اللي هي الاي سي اللي هتبقى هنا. طيب يا باشمهندس عايز احسب الاي بي، الاي بي بتساوي الاي سي على البيتا، ده قانون الترانزستور. طيب علشان تحسبها، الاي سي ب 100 ملي امبير والبيتا اللي هي الاتش اف اي بتاعت الترانزستور ب 100، هيطلع لك الاي بي في الاخر ب 1 ملي امبير، ده اللي المفروض يمشي هنا. واتفقنا ان احنا عشان نجيب الساتيوريشن كارنت، الاي بي اللي بتطلع دي بضربها في 10 مرات علشان اكبر التيار فاعمل ساتيوريشن في الترانزستور. فالاي بي هتساوي كام؟ المفروض لو 1 ملي امبير تبقى 10 ملي امبير، ده الرقم اللي المفروض نشتغل عليه. طيب يبقى احنا جبنا الاول الاي سي اللي هي اي كويل بتاعت الريلي، ومنها حسبنا الاي بي وضربناها في 10 مرات عشان تكبر بزياده. يبقى انا معايا الاي بي، اجيب الار بي ازاي؟ الار بي بتساوي الجهد اللي هنا اللي هو 12 فولت ناقص جهد الفي بي اي، ده برضو من الداتا شيت هتجيبه هيبقى 1.3 من 10 فولت على الاي بي اللي هي امبير. فقيمه الار بي اللي هتطلع من هنا هتساوي 1 كيلو اوم، هتلاقي 1070 اوم بالظبط، اللي هي تقريبا 1 كيلو اوم. يبقى اذا مقاومه الار بي هتشتريها مقاومه 1 كيلو. طيب تعالوا بقى نشوف بقى الدايره كلها على بعض هتبقى عامله ازاي. يبقى احنا كده خلاص عملنا الانترفيسنج بتاع الفان، تعالوا بقى نشوف السيستم كله بقى هيبقى عامل ازاي. مبدئيا كده احنا كان عندنا سنسور حراره اللي هو ال LM35، ده المفروض كان بيقيس درجه الحراره وبيحولها لفولت. قلنا في طرف هنوصله بال 12 فولت وطرف بالجراوند، وطرف ده المفروض اللي هيتراوح من 0 ل 1 فولت، ده درجات الحراره من 0 ل 100 درجه سليزيوس، هو بيحولها من 0 ل 1. جميل. هنا البوتنشيوميتر عباره عن 10 كيلو اوم، بس هنوصل طرف 12 فولت وطرف بالجراوند، وده الخارج بتاعه بيتراوح من 0 ل 12 فولت، ده البوتنشيوميتر، ده ديزايرد فاليو. اتفقنا ان ده بيطلع من 0 ل 12 فولت وده من 0 ل 1 فولت، فما ينفعش يتقارنوا ببعض، فقلنا ده هيتكبر على دايره نون انفرتنج امبليفاير. الطرف ده هيدخل على الطرف الموجب، والسالب هيتحط بمقاومه مع الجراوند، ودي مقاومه هنا مع الفيدباك، واتفقنا ان المقاومه دي 1 كيلو والمقاومه دي 11 كيلو. تمام؟ طيب وفي الاخر دي اشاره السنسور اللي من 0 ل 12 اللي هتتقارن باشاره البوتنشيوميتر. المفروض الاثنين دول هيدخلوا على اوب امب بالشكل ده يشتغل ككومباراتور، بس اشاره السنسور هتبقى على الموجب والاشاره بتاعه البوتنشيوميتر هتبقى على السالب. والطرفين بتوع الباور سبلاي بتوع الاوب امب على 12 والزيرو، ده برضو على 12 والزيرو. خلي بالك خارج الاوب امب ده المفروض يشغل الفان. اتفقنا ده هيتوصل بمقاومه 1 كيلو اللي هي الار بي مع الترانزستور بالشكل ده، هيبقى الملف بتاع الريلي، ودي هتبقى الريشه بتاعت الريلي، ده هيتوصل بال 12 فولت وده هيتوصل بالفان بالشكل ده. طبعا الفان هتتوصل مع المصدر ال 12 فولت برضو واللي بيدي امبير عالي. دي من الاخر شكل الدايره النهائيه بتاعتنا. تمام، عملنا الانترفيسنج، حسبنا المقاومه دي وعرفنا الاوب امب ومقاوماته اتحسبت ازاي، فهو دي دايره التمبريتشر كنترول. ده بالنسبه لي السنسور، ده السيجنال كونديشننج، دي السيت بوينت، ده بمثابه الكنترولر وعباره عن اون اوف كنترولر، وده الاوتبوت انترفيسنج بتاعكم. نقطه اخيره بس كنت نسيت اقولها، احيانا مع الكويل بتاع الملف بتاع الريلي ساعات بنوصل دايود هنا مع مكثف 330 مايكرو فراد،
الدايود ده بس عشان يمنع الريفرس كارنت، علشان لو انت قفلت هنا وحصل ريفرس كارنت ما يحرقش الترانزستور، فبيتحط دايود هنا. والمكثف ده بس بيحسن الاستابيليتي مش اكتر بتاع الدايره، يعني ممكن ما تحطوش، بس الدايود ده بيتحط عشان الريفرس كارنت بس. في الاخر هي دي الدايره بتاعتك، مكوناتها السنسور، سيجنال كونديشننج، السيت بوينت بتاعتك، الكنترولر، وده اون اوف كنترولر اللي هو الاوب امب الاولاني الثاني. وبعد كده عندك بقى الاوتبوت انترفيسنج، في ريلي وفي ترانزستور وفي الدايره بتاعت الاوتبوت لود بتاعك. طيب لو انت مش عايز توصل ده، يعني انت عايز تعمل الكلام ده بمايكرو كنترولر، ايه اللي هيختلف؟ عشان برضه اقول لك ان احنا يعني الاختلاف مش هيبقى كبير. دلوقتي انت لو انت عايز توصل نفس الدايره دي ككنترولر، ده اسمه على فكره انالوج كنترولر، انا مستخدم اوب امب. لو انت عايز توصل مايكرو كنترولر هتشيل الكومباراتور ده، لان الكومباراتور ده هو عباره عن الكنترولر اصلا، دوينو بيك راسبيري باي مش تفرق. هتعرف اتنين انالوج انبوت هنا، انالوج انبوت، واحد للسنسور وواحد للبوتنشيوميتر. هتاخد القرايتين دول تقراهم، وعمليه الكومبير اللي حصلت هتبقى عباره عن اف ستيتمنت جوه المايكرو كنترولر، اف كذا زين كذا، والاوتبوت بتاعك في اوتبوت بن هتوصل من هنا، بس مش هتطلع 12 فولت وقتها، هتطلع 5 فولت، وتحسب حساباتك دي على ال 5 فولت بتاعت المايكرو كنترولر. يعني من الاخر المايكرو كنترولر هنا هو بالنسبه لك هو الاوب امب الثاني اللي هو بتاع الكومبير. والكومبير هيتم ازاي؟ هيتم بالكود جوه، اف السنسور اكبر من البوتنشيوميتر، ذن طلع الاوتبوت او البورت اللي هنا ده طلع عليه واحد اللي هي ال 5 فولت، بس هتغير حسابات المقاومه دي على اساس دي 5 مش 12. يعني بدل ما قلت 12 ناقص 1.3 على الاي بي، ساعتها ال 12 دي هتبقى الاوب امب الثاني انا كنت حاطه ككنترولر. فلو انت عايز تجيب اردوينو او راسبيري باي او بيك وعايز تستبدلهم، هتشيل الاوبريشنال امبليفاير الثاني وتحط الايه الكنترولر بتاعك، وهيتم بقى الكنترول بالكود. احنا الحمد لله خلصنا سيكشن النهارده، احنا اتكلمنا النهارده بقى على كل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. اتكلمنا على السنسور وازاي يطلع منه الاستاتيك كاركترستكس، سواء بقى السنسيتيفيتي او الانبوت رينج او الرينج، كل ده اتكلمناه مع السنسور كان ممثله سنسور الحراره. اتكلمنا على السيت بوينت، كان احد مفاهيم الكنترول سيستم بتاعتي ان انا سيت بوينت هي التارجت بتاعي. طبقنا السيجنال كونديشننج على اشاره السنسور عشان اكبرها بحيث يبقوا نفس سكيل السيت بوينت. استخدمت الاوب امب ككنترولر او ككومباراتور علشان يقارن ما بين الاشارتين، يبقى ده ككنترول، ودي دايره ثانيه من دوائر الاوبريشنال امبليفاير. والاوتبوت انترفيس بقى ان المفروض خارج الكنترولر ده يشغل حاجه اللي هو الفان او الموتور بتاعي، فالتشغيل بتاعي بالنسبه لي بيتمثل في الفان اللي انا وصلتها بريلي عشان اعزل، وترانزستور عشان اكبر الكرنت اللي طالع اصلا من دايره الاوب ام. فعشان كده يعني كل اللي احنا خدناه او كل اللي احنا خدناه السكشن اللي فاتت يعتبر احنا لميناه النهارده في باكج واحده. واتكلمنا كده في اخر السكشن سريعا ان لو انا عايز اعمل الدايره دي بكنترولر ديجيتال، كل اللي هعمله هشيل الاوب ام بتاع الكومباراتور وهحط الاردوينو، وهيبقى الاردوينو داخله حاجتين اللي هو اشاره السنسور بعد التكبير واشاره البوتنشيوميتر، وهيبقوا دول اثنين انالوج انبوت. هتاخد قرايتهم تعمل اف ستيتمنت تشوف لو مين اكبر من مين، تشغل على بورت معين الاوت، والبورت ده هيتوصل عليه الترانزستور بالريلي بالحاجه بتاعته كلها بتاعت الاوت. يعني ده يعتبر دايرتين في دايره واحده. نلقاكم على خير ان شاء الله في سكشن جايه باذن الله.